بيقول رجعنا نتواصل من جديد اكيد مع كل المشاهدين في كل مكان. اهلا بكم في صباح الشروق. و يعني الصباحات هذه الايام قد تكون او قد تبدو مختلفه، ويعني ما ادري نقول مميزه، لكنها ان شاء الله هتصبح مميزه في القريب العاجل، لانه العالم كله والعالم اجمع مر بظروف صعبه جدا، ظروف جائحه كورونا التي اوقفت حال العالم تماما من كل النواحي السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه الرياضيه، كل النشاطات الحياه وقفت تماما، حتى المجال التعليم وغيره. جائحه كورونا اثرت سلبا على كثير من الناس، واثرت من النواحي النفسيه والاجتماعيه، كان في تباعد اجتماعي، كان في عدم قدره على انك تمارس نشاطات حياتك بصوره جيده بالنسبه للخوف من الاصابه بمرض كورونا. الان الوضع مختلف شويه، يعني حصل كثير من الاشياء، ويقال انه في وقايه جماعيه وغيرها من الاشياء وتفاصيل كثيره، لكن كورونا حتى الان موجوده، يعني المرض الفيروس موجود حتى الان، لكن نسبه الاصابه به ما زي اول، ونسبه الخوف منه ما زي اول، تغيرت المفاهيم بعد ما الناس اتثقفت وعرفت كيف انها هي تقدر يعني تعمل حسابها وكيف تقي نفسها من كورونا. صحيح نعم. محمد تتفق صحيح معي؟ اتفق معك جمله وتفصيلا في الموضوع اللي تطرقت له يا لينا حول كورونا، ما شاء الله بقى يعني نقول عليك عندك علاقات حول الموضوع. ما اعتقد ان فيصل ما عنده علاقات، لانه قلت لك اثر نفسيا يعني على العالم وعليا على الناس كلها. نعم صحيح، يمكن كورونا عزيزي المشاهد يعني اصبحت درسا مؤلما للصبر، يعني ان شاء الله احنا نقول في القريب العاجل وقريب جدا وباذن الله يعود العالم الى ابتسامته الى بهجته الى طبيعته، الحياه ذات علي طبيعته بانه خلاص العالم بقى معافى تماما من المرض، في حين انه هو فيروس صغير جهجه الدنيا كلها زي ما بيقولوا. فنتمنى ان شاء الله العافيه والسلامه للجميع. كل هذه الموضوع معنا ده ضيف عزيز داخل الاستوديو الدكتور صالح حسن جلال الدين من جامعه ابن سينا، وبنتكلم حول موضوع جائحه كورونا وحول العالم التأثيرات على السودان على العالم العربي على العالم أجمع. دكتور صالح صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ إن شاء الله كويس. والله تمام مية مية. نعم دكتور صالح، خلينا نبدأ أول يعني ما مدى تأثير جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والحالة النفسية للمجتمع تحديدا. طيب أنت ذكرت لي حاجات موضوع كامل كتاب كامل، ولكن عموما كورونا دي يعني كأزمة يعني فريدة جدا وتاريخية، يعني التاريخ ما شهد أزمة تشبه أزمة أو جائحة كورونا، وعشان كده سميت جائحة. الحاجة لما يطلق عليها لفظ جائحة ده معناه شيء عارم وبيهجم هجوم عنيف وبيحصد في الأشياء في الأموال، أو يعني مثلا المزارع، يعني لما تجي ريح أو صر ريح كده حارة بتحرك الزرع دي تسمى جائحة. كذلك وبائيات أو وباء زي الكورونا لما يجي ويهجم على البشر ويحصد حصاد شديد كما حصل الآن، ده شيء لم يحدث في التاريخ، وده سبب إنه هذه الجائحة أثرت على كل نواحي الحياة. ولذلك سؤالك جميل جداً، فعلا أثرت على الناحية الاقتصادية، كورونا أثرت على الجانب الاجتماعي، أثرت على الجانب النفسي، أثرت على جانب على التعليم، على الحالة النفسية السيكولوجي للناس، على حتى الجانب العقدي برضه، وعلى السياسة، على الرياضة، على كل شيء، يعني تأثير عام. لكن لما ننظر إلى النتائج بنلقى إنه كورونا من 2019 إلى الآن يعني حصدت في الناس، قضت على عدد كبير جدا من
من من البشريه. يعني انا عندي احصائيه هنا للوفيات دي بي 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 الوفيات في السودان ولا في العالم؟ العالم الاثنين. يعني دي بتشير الى شنو؟ خطوره هذا 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 المرض. يعني مثلا الوفيات في العالم كله الى اليوم 799,763 حاله بتاعت وفاه. كويس. المصابون في العالم كله الى اليوم 23 مليون. دي احصائيات كبير. WHO منظمه الصحه العالميه. تاريخية ما حصلت, ما في حاجة جات وحصلت مثل هذا. والوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية 177,831. الوفيات في السودان إلى اليوم 812 حالة بتاعت برضو كثيرة وفاة. والله كثيرة شديد كثيرة. يعني كونه في 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 مرض أو وباء يجي وينتشر و يحصد أرواح بالضبط بهذا القدر, دي مسألة ملفتة لأنظار الناس. طيب الأمريكان, علماء أمريكان أطباء يعني, أطلقوا على الأزمة دي 100 year crisis. أنا أقصد إنه أو هم بيقصدوا إنه على مدى قرن من الزمان ما حصلت أيوه ما حصلت أزمة زي الأزمة زي بتاعت كورونا بالضبط كده. يس. وبالتالي التأثير على كل جوانب الحياة شيء طبيعي, شيء طبيعي. إذا أخذنا الجانب الاجتماعي, يعني الإجابة على سؤالك, يعني أنت قلتي التأثير على الجانب الاجتماعي, ناخذ الجانب الاجتماعي. ديناميات, يعني ديناميزم, يعني تكون في حركة, يعني إنه الحياة تستمر. طلبة يمشوا المدارس, يمشوا الجامعات, العمال يمشوا والموظفين والعاملين يمشوا مكان عملهم, الأسواق تكون مفتوحة. طيب دي طبيعة الحياة, ده شيء طبيعي. لما يجي شيء ويحكم أو يقضي بالسكون زي كورونا, خليك قاعد ساعة في البيت. أيوة الزول يكون قاعد في البيت, الناس كلهم في البيت. الساعة واحدة تكون اشتريت حاجاتك, حتى لو في اي حوامه اي لضروره في الاريا بتاعتك بس, يعني مش حتمشي مع حد, مش حتقطع كوبري ولا تمشي مكان ثاني. ولذلك ممكن نقول تعتمد على الحركه, الحركه والاختلاط. طيب والاختلاط يعني تفاعل, يعني كورونا تجي وتفرض على الناس السكون تقريبا, ممكن نقول سكون. اذا العلاقه عكسيه, العلاقه عكسيه. طيب يبقى تاثير كورونا على الاجتماع او على المجتمعات تاثير سالب, بل بالغ في السلبيه, بالغ في السلبيه. يعني اذا اخذنا الأسرة, نحن ممكن هنا نقوم نأخذ الكلام في 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 الجانب الاجتماعي من شقين. الشق الأول حي وثر وممكن نقول برضو مثير يعني للنقاش, exciting. يعني كونه الشيء طبيعي من زمان, رب البيت الأب يطلع يمشي العمل, الطلبة يمشوا المدارس, البيت بيكون
خالي إلا من إيه؟ ست البيت ربة المنزل مثلا. فجأة كلهم يكونوا قاعدين في البيت في زمن بصفة واحد. مستديمة مش في زمن واحد. حتى المساجد أغلقت، يعني حتى لو الرجال بيمشوا يصلوا ويجوا يعني في تلك الفترة. أنا بفترض إنه كورونا دلوقتي انتهت، هي ما انتهت طبعا، لكن قلت افتراضا نبي. افتراضا نفترض قياسا على الفترة السابقة فيها الكورونا كانت شغالة. في البيت بقى في جانب اجتماعي هنا. أنا ممكن أقول ده سلاح ذو حدين، يعني ما أقدر أقول التأثير سالب مطلقا، لكن ممكن يكون التأثير موجب. يمكن ليه؟ ممكن تتولد إبداعات تانية في القعدة دي. لا لا لا، ده جانب، ده جانب في التأثير الثقافي. اوكي، عشان ما نخلط الاوراق يعني، معلش. لكن كلامك ممتاز، جاي انه ده في الجانب الثقافي. اوكي، انا طبعا برضو عملت لي. طيب دكتور، دكتور صالح، الكلام او الحديث حول الكورونا هو حديث مهم جدا، وانت ما شاء الله يعني متبحر في المجال، مجموعه من الغصاصات قدام، يعني دي دراسات محتاجه لحلقات طويله جدا، بحوث عملتها. نعم، بحوث. وانت يعني يمكن عندك قراءات شعريه حول الكورونا، دي حنرجع لها، لكن دايرين نتحدث اذا كان كورونا دي هي الان بالمفهوم اللي تكلمت لنا عنه فيها، هل ممكن تكون في لغه جديده تولدت في كورونا دي الناس تحاول يعني تتكلم بها تتعامل بها في لغه جديده؟ طيب نخلي الكلام عن يعني المتولده صحيح بسبب الكورونا، وتاني نقفل الغوص ونرجع لحديثنا، مش كده؟ صحيح. طيب في لغة، هو دائما يعني أسا إحنا لو نظرنا إلى السوداني ذاته على مستوى موجودة. الشباب ما كان موجود، مش كده؟ ما كان متداول يعني، ما كان تكون موجودة، تكون موجودة لكن بصورة غير متداولة يعني. يعني طيب ممتاز، لكن لقيت مساحته والانتشار ممتاز. دائما الأزمات الزي دي والجوائح الكبيرة يعني بتولد أشياء كثيرة، حتى اللغة. وده معناه سؤالك، ده معناه في تأثير بإنأوي ورا نظر على اللغة حتى. هو نحن في جانب اللغة ممكن نقول في شيء إيجابي، يعني ليس كمسألة الاجتماع في اللغة. مثلا كوفيد 19 أصبح أي زول ممكن يقول، ممكن يعرف كوفيد أي زول، حتى ربما الأطفال الصغار. صحيح، الواحد بيقول لك كوفيد 19 دي ثقافة اكتسبت، يعني لولا هذه الأزمة الناس ما كانت حتعرف، إنما ده كان على نطاق ضيق جدا جدا بالنسبة للناس المختصين، صح؟ يعني طلاب العلوم الطبية، الأساتذة بتاع العلوم الطبية، أو بعض المثقفين الآخرين ممكن يكونوا عارفين في حاجة اسمها كوفيد 19 أو كورونا أو كورونا فيروس أو كده يعني. لكن عامة الناس عرفوا الحكاية دي لأنه كل يوم في التلفزيون كوفيد 19، في الإذاعة، في الصحف، في ربما الونسة، في وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هي حديث الناس الشاغل يعني. أي واحد يتكلم كما لو أنه كان طبيبا يعني، حديث العارفين أو أيوة أو مختص في الأحياء الدقيقة. فدي حاجة جديدة. كويس. في كلمة ماسك أصلا، ماسك بمعنى قناع أو نقاب، النقاب أو الكمامة. بيقولوا فيس ماسك، الكمامة، الكمامات دي برضو الناس ما كان بيعرفوها يعني باللفظة دي يعني. صح، برضو ده لفظ. أيوة، لكن طبعا ممكن نقول استعربت
الناس أسعب يقول لك بيجمعوها على بإضافة الألف والتاء. الكمامة. لا ماسك بيقول شنو ماسكات. 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 بيستعملوا ام الحديد جديده لينا بالضبط كده بالضبط كده. لا لكن زي كلمه كارنتين هي اصلا نعم ما بمعنى الحجر الصحي، لكن انا اقول لك كرتنه بالضبط برضو استعلمت عزله كويس يعني كرتنه فوعله يعني بقت في تفعيله عربيه يعني على طريقة الصرف علم الصرف في اللغة العربية يعني. فمثلا يقول لك زول ده مكرتن، الحكاية دي بقت معروفة وهي كلمة إنجليزية. فتاني في حتى التباعد الاجتماعي، يعني الناس ممكن ما كان حيعرفوا ما معنى تباعد اجتماعي حتى بالعربي يعني. تباعد اجتماعي يعني أسعى تباعد اجتماعي إنه أنت تكون قاعد هنا تخلي مسافة متر تخلي بتاع معروف social distancing. وفي العزل الاجتماعي social isolation هو برضو الناس ممكن ما كان حيعرفه ما كان حيعرفه. هو طبعا دي من الحاجات المهمة جدا في الثقافات الجديدة اللي اكتسبوها الناس مسألة العزل الاجتماعي ممكن برضو او ايوه العزل الاجتماعي. نعم هو كان في تباعد اجتماعي ما كان في لانه خليت السوشيال ميديا هي قربت البعيد وخلت في تواصل اجتماعي لا مواقع تواصل اجتماعي لم يكن في احتكاك لم يكن في احتكاك بعض الناس الواحد يتكلم معاك يجي قريب منك تقول يلصق وشه في وشك يعني كويس حميمية ويتكلم بس حميمية كده الحكاية دي من الناحية الصحية ما صح صحيح ما صح صحيح لأنه أنت بتتنفس أنت بتتكلم به وربما ده يكون عنده نزلة أو حتى لو ما في نزلة ما في حاجة برضو المفروض تكون في مسافة يعني أنا أرجو أنه تكون دي من النتائج الطبية الجميلة يعني اللي استفادوها الناس كنوع من الثقافة. فمثلا حكاية التباعد الاجتماعي لفظة جديدة أو مصطلح وهكذا يعني نقدر نقول انه في مفردات كثيره جدا هي شكلت لغه جديده في الدرجه الجايه حتى كثيره كثيره كمان في مواهب كثيره يعني ظهرت في ايام الحجر المنزلي وغيره يعني مواهب من الاسره مشتركه يعني على انفراد وغيره نعم في ناس اصلا كان عندهم موهبه يعني انت من ضمنهم دكتور صالح انت موهوب جدا في الكتابات الشعريه كما علمنا لكن جائحة كورونا كانت تسوي في انك تكتب اشعار في ظل الجائحة عايزين انا اشوف قراءات شعرية حول جائحة كورونا اخر القراءات الشعرية او نسمع طيب سمعنا والله ممكن نقرا او نشوف شكله لسه يا دكتور ما عملت لها حفظته لا 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 في لكن بس لم اطبع ممتاز انا عندي ديوانين من الشعر بحمد الله يعني ممتاز يعني دي قصيدة أنا زي ما قلت لكم أنا بفترض إنه كورونا انتهت ودي قصيدة طويلة جدا كتبتها في الكورونا بالاستفادة من القفلة دي يعني والحظر والقعاد في البيت وكده فالواحد قدر يطلع نايف فكتبتها كثير جدا في أشعار كثيرة في مناسبات مختلفة يعني نأخذ الآن جزء من كده يعني أي وأنا يعني بحاول أصور حالة اجتماعية يعني وأضعها في قالب شعري بلغة بسيطة بقول في المطلع ويا حلي في الكراسي وتحت الشجر حيث الظلال
الله. خلاص دي الكورونا اللي ملأت كل شوارع العالم وسكنت في الأركان وسكنت في كل محل من مخزن لدكان واحتلت كل زجاج في الحي وبابا يفتح أو شباك وبركة وخزان، ملكت قوة عجيبة بتدي أوامر وتتنفذ بالدقة والإتقان، وعشانها لبسنا الماسكات والقفازين اتنقبنا رجال على نسوان، استجابة سريعة وطاعة وكل الناس طايعين فاهمين درسي بلا بدون عنوان، ولما ربنا يفرض للنسوان القفازين وين الطاعة وين طلب الغفران، يمكن خايفين دي كورونا تفجر بركان وما بنفكر من وين كورونا حتملك سلطان، وعشان الرب يمهلنا ما بنطيعه ولا بننفذ أمرا كان. ده درس وابتلى رباني وشامل للإنسانية والإنسان، كورونا 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 في كل مكان، في باب السيارة كورونا وفي الصراف الآلي كورونا وفي صبارة الموية كورونا وكورونا في سقف الجدران، نهارنا كورونا وليلنا كورونا وكورونا يمين وشمال، كورونا غدو ورواح وكورونا مع الآصال، ودي كورونا الحبست أنفاس الناس أجداد وعيال، ودي كورونا في كل قناة وإذاعة، كورونا في كل لسان، كورونا كورونا ردت دي لكل ستار، ودي كورونا وليها أغلقت المساجد والمعابد ونحن للآن في انبهار، ولسه ما صدقنا إنه كورونا راحت، لسه ما صدقنا إنه كورونا راحت وتاني خايفين انفجار، إلا جد في الله سيدنا بس ماسكين وبسكة شديدة ما فيها هضار، واثقين لا كورونا تجينا تاني ولا سارس ولا جايحة حتمر في المدار، ولسه ما صدقنا إنه كورونا راحت وتاني خايفين انفجار، وإن شاء الله تخيب ظنوننا وتبقى كورونا ماشية إلى انحسار، والحل في الرجعة لله إنه ملك قدوس عزيز جبار. جميل فعلا يعني اتخيل لي يعني الملخص القصيدة والكتابات الشعرية دي إن الناس فعلا يعني حاجة صغيرة قبل تتكلم إنه فيروس صغير قد يأثر في العالم والعالمين. أيوة نعم. يا دكتور صالح يمكن نحن ما يعني حاجة ممتازة صراحة يعني إحنا يعني قدرنا نستفيد من القصة دي لحياة كتير جدا، يمكن فيها نوع من إنه تكلمت حول المرض طريقة بتاعت انك انت تحمي نفسك من المرض، والحاجة الأخيرة كنت ممكن ترجع لرب العباد اللي خلق المرض وخلق الدنيا كلها اللي نعم. تكون في السيف سايد نعم. جميل جدا احنا في خواتيم اللقاء الجميل والطيب معك ده دكتور صالح، عايزين نشوف تأثير كورونا على المجتمع او على المستوى الخارجي على المجتمع. أيوة. الكبير. أيوة. تأثير شنو؟ تمام ممتاز. طيب على المجتمع الكبير التأثير سالب، على عكس حالة الأسرة الصغيرة، يعني الأسرة الصغيرة زي ما قبل تكلمنا قلنا الحكاية سلاح ذو حدين، لأنه مرات قعد الراجل في البيت بيخلق مشكلة يعني مشكلات كبيرة مش كده؟ لأنه متضرر شكله صحيح زي ما هسه هسه تخيل حصل يعني حصل كثير وفي ناس بيقولوا انه يعني الـ 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 يعني الراجل وجوده في البيت كان عنده اثر ايجابي كبير جدا، ما عشان كده كان بعيد جدا من اولاده. نعم. وبعيد جدا من تفاصيله. أيوة. ما قدر يعيش يعني ده جانب ثاني. لا في كان ايجابي وجوده في البيت لانه هو غيابه بشكل فارق كبير جدا في تربيه الاولاد. أيوة. وجوده مع المراه كان ايجابي وتعرف على جوانب كثيره قدر يساعد كثير بسبب انشغاله وكده يعني. ممتاز. ممتاز جدا جميل والله. تمام ده كلام جميل. فيبقى انه على مستوى الشارع أو المجتمع الخارجي والمجتمع الكبير، في الحقيقة إذا نحن أخذنا مثلا مجتمع السودان يعني مر علينا شهر رمضان الناس زمان بيفطروا في الشارع مش كده، دي من الحاجات الجميلة يعني المميزة للمجتمع السوداني. السنة دي واصحابه كده بالتلفون بس كويس عشان كده انا بقول في اثار سالبه كتير يعني. صحيح. على مستوى الشارع حتى المرضى
يعني الزول ممكن يعرف انه في زول مريض وبيعرف انه الزول ده عنده مرض مش كورونا مرض تاني لكن ما حيمشي يعني ملاريا اعراض مشابهه للكورونا طبعا اي حاجه نزله زايق الناس ممكن يقولوا كورونا فدي دي من الاثار النفسيه طبعا فما ما حيمشي يزور حتى بالمناسبه الوفيات لو زول مات اسمي شيء بيجوا في الفتره ديك يخاف انه مات بكورونا ايوه بالضبط كده عشان كده تغسيل الميت كان مشكله الزول اللي بيمشي عشان يغسل كان بيخاف ومن انه يكون في تلوث والمرض بيكون متلوث في جسمه او كده ولذلك كان الناس بصعوبه شديده جدا جدا يلقوا المغسلين للميت المكفنين المجهزين وحتى التشييع الناس ما كان بتطلع وتخالط وبالتالي ممكن يعني انحسر العدد جدا وتقلص بيجوا ممكن الناس اللي يمشوا المقابر عشان يدفنوا زول يعدوا على الاصابع ففي اثار زي دي يعني المناسبات بقت ما في يعني اي زول داير يتزوج اجل زواجه ايوه اجل الزواج في اللي تزوجوا في ذي الجائحه بحاجات بس نحن بطريقه تبسيط خلينا نتفق يا دكتور انه جائحه كورونا كان عندها جوانب سلبيه كثير وايجابيه اكثر في انه يعني مثلا في عادات وتقاليد كثيره في السودان المفروض احنا الناس تقلل منها يعني انه أيوة. الوفيات في البكا والقعاد في البكا وغيره واشياء كثيره جدا تمام حتى تفاصيل الزواج تكون بسيطه الاشياء ما تكون حاجه ضخمه وتجمع عموما الحديث زي ما ذكر محمد عن جائحه كورونا هو كبير محتاج لمساحه اكبر احنا للاسف زماننا ضيق جدا جدا احنا مقدرين جدا يعني حضورك معنا اليوم في صباح الشروق دكتور صالح شكرا حسن جلال الدين جامعه ابن سينا على هذه المساحه شكرا جزيلا الف شكر كثر خيركم شكرا لك يا دكتور متواصل